نيجي للالجوريثم اليوم. احنا هيك خلصنا يعني نكون خلصنا من الباينري سيستم نمبرز ونيجي نحكي عن الالجوريثم. في البدايه لما نيجي نحكي عن موضوع الالجوريثم ايش هو يعني شو اللي يعني بنهدف له من موضوع الالجوريثمز. الموضوع الالجوريثم هو بيجي ضمن اطار بروبلم سولفينج انه انا بدي احل مشاكل. يعني هو من هنا اجت مفهوم الالجوريثم. كيف يعني احل مشاكل؟ ممكن يكون عندي مشاكل كثير بالحياه. ممكن إنه واحد يصحى من النوم يطلع من داره يروح الجامعة نحكي إنه هاي مشكلة، هي مشكلة بدي أحلها خطوات معينة. عندي الجوال خرب مثلا، هذه مشكلة حلها بحتاج خطوات معينة. إنه بحكي لك خذ الجوال روح المصلح، مصلح راح يفتحه راح يفحص الشاشة مثلا وبدل القطع الخربانة يسكره ويرجع لك إياه. هذه خطوات حل المشكلة. ف بيجي الالجوريثم هنا بتيجي هو مفهوم الالجوريثم. الالجوريثم هي مجموعه من الخطوات لحل مشكله معينه. اذا اي مشكله معينه خطوات حلها بنسميه الالجوريثم. يعني كمان مره الجوال خربت الشاشه فيه، بحكي لك اكتب لي الالجوريثم لحل لتصليح الجوال تبعك. بتحكي لي اول إشي بدي اروح على المصلح اعطيه الجوال راح يفحص الشاشه يبدل الشاشه ويرجع لي الجوال. هاي صار عندي مثلا هنا 5 خطوات لحل هاي المشكله. طيب بيجي هنا عندي بحكي لي كمان عندك السودو كود. ايش السودو كود؟ السودو كود بحكي هو الكود الكاذب، يعني الكود يعني مش كود فعلي حقيقي، كود برمجي حقيقي. هو كود مكتوب فيه اللوجيك تبع حل المشكله هاي. عاده نستخدم فيه اللغه الانجليزيه الاستراكشر انجلش حتى نمثل خطوات حل المشكله. يعني بحكي لك go out from your house, go to the phone shop, the phone guy will check the screen, replace the screen, give you the phone back. هاي المصطلحات الإنجليزية، هاي الخمس جمل هي نحكيها السودو كود اللي هي شرح خطوات حل المشكلة اللي عندي. طيب بحكي لي هنا على سبيل المثال انت في شخص وصل من المطار او وصل على الجسر وبده يوصل على البيت. ايش هذه مشكله مثلا؟ بده وصل على المطار او على الجسر وبده يروح على البيت، ايش الخطوات اللي بده يعملها عشان يحل المشكله هاي حتى يوصل البيت؟ انا مثلا بحكي لي في عندك ثلاث حلول او ثلاث الجوريثمز ممكن تحلها. اما تروح عن طريق الباص او اما تروح عن طريق التاكسي او اما يجي صاحبك ياخذك. فانا عندي ثلاث حلول على سبيل المثال. هنا بحكي لي هنا مثلا اول شيء اذا بدي اروح عن طريق التاكسي ايش خطوات حل المشكله هاي؟ بحكي لي go to the taxi stand، روح على مكان التكاسي، get in a taxi، اطلع في التاكسي و give the driver my address. فانا بدي اطلع اعطيه العنوان تبعي وهنا بالثلاث خطوات هذه حليت مشكلتي. رحت على التكاسي، طلعت على التاكسي، اعطيته عنواني، وصلني البيت. طيب مثلا الطريقه الثانيه انه صديقك بده يوصلك، فانت بتوصل المطار تتصل على صديقك بعدين بتلاقيه برا عند مصف السيارات وبتطلع معه. فهيك طريقه ثانيه وصلت فيها البيت. طبعا انا بحكي لك الباص او داخل باص، بحكي لك روح على مصف الباصات وخذ باص رقم 70، بعدين انتقل من باص رقم 70 لباص 14 مكان لنا لوصيلة نقل ثانية، بعدين انزل عند شارع القدس، walk two blocks north to my house، امشي خطوتين أو مبنيين على جهة بيتي. هذه لو بدي أخذ أنا باص من المطار لرام الله ومن رام الله بنزل على ركب على شارع القدس ومن هناك بمشي. فهذه خطوات حل هاي المشكلة. بحكي لي هنا في بعض المصطلحات أنا بستخدمها بشكل متكرر اللي هي input. طبعا أنا هنا لما أحكي عن algorithm دائما دائما لما أجي أحكي عن مجموعة من الخطوات لحل مشكلة معينة لازم يكون في عندي input، لازم يكون في عندي output. هذه أهم شيء في الالجوريثم. عندي input وعندي output وما بينهم البروسيس.
ما بينهم البروسيس لخطوات حل المشكله. فانا هذا هو الالجوريثم، عباره عندي عن انبوت، راح اخذ الانبوت اعمل البروسيس للانبوت هاي، وبعدين اطلع الاوتبوت اللي هي حل المشكله. فانا من المصطلحات اللي ممكن اخذها للانبوت حتى اقرا مدخلات، احكي لي اما ريد او جيت او اوبتين، زي ما بدك تختار اي واحده منهم. احنا خلينا نتعود على ريد. طب حتى تطلع الاوتبوت بحكي لي ممكن تستخدم برنت او ديسبلاي او شو. احنا خلينا نستخدم برنت، نتعود عليها، لانه هنا بنستخدم ريد، هنا بنستخدم برنت. هنا حتى تحسب اذا في عمليه حسابيه معينه ممكن تستخدم كومبيوت. حتى تنشئ بعض القيم راح تستخدم ست، يعني مثلا ست نمبر 1 تو 5 اند ست نمبر 2 تو 7. وهنا بحكي لي انكريمنت، هاي راح نيجي عليها ايش قصدنا في انكريمنت. فانا هذه عندي المصطلحات اللي ممكن تتكرر معي اثناء حل اي خطوات اي مشكله. عندي هنا بالالجوريثم بحكي لي في عندك ثلاث انواع من الالجوريثم: سيكوينشال، كونديشنال، وايتراتيف. الايتراتيف بقصد فيها الدوران، انه لوب، انه بضل ارجع اكرر مجموعه من الخطوات. الكونديشنال بقصد فيها الاف، انه في عندي مقارنه، هل خمسة اكبر من سبعة؟ اذا اطبع خمسة والا اطبع سبعة. هذا هو اللي بقصده بالكونديشنال الجوريثمز. السيكوينشال اللي هي فقط مجموعة من الخطوات زي اللي أخذناه قبل، مثلا مثال صلح الجوال، كود تو ذا فون شوب، هاي أول خطوة. give the guy أو the repair guy your phone. The guy will check your screen, replace your screen, return back to your phone. هذه الخطوات هي مجموعة من الخطوات، فيش فيها if else أو دوران، مجموعة من الخطوات المتتالية، هاي بنسميها sequential. وزي مثال التاكسي اللي أخذناه، إنه اطلع برا، خذ تاكسي، أعطي عنوانك، عندي ثلاث خطوات متتاليات نسميها sequential. دكتور، ممكن الالجوريثم تكون يعني كلهم مع بعض؟ ممكن طبعاً. هو في الآخر إحنا راح نوصل إنه الالجوريثم بيكون فيها بعض الخطوات وراء بعض، وبكون فيها if statement، وبكون فيها دوران. ممكن هذا اللي بالنهاية الالجوريثم راح تحتوي عليهم كلهم. تمام. طيب هنا مثلا خلينا ناخذ مثال الجوريثم بدي اجمع رقمين بس، هاي مشكله. احكي لك اجمع لي رقم، اقرا من اليوزر من المستخدم رقمين واجمعهم. فبيجي بحكي لك طب هنا هذه هي مشكله، هاي شو حل هاي المشكله؟ انه انا بدي اخذ الانبوت من اليوزر. تمام، ايش الانبوت عندي حيكونوا؟ A و B مثلا. مثلا A و B او نمبر 1 ونمبر 2، هاي ال 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 الانبوت. هنا جد بحدد الانبوت، شو الاوتبوت المطلوب مني؟ الصم اللي هو مجموع الرقمين. تمام، ايش البروسيس اللي بالنص؟ البروسيس اللي بالنص اللي هي الصم يساوي A زائد B. طيب تمام، انا فهمت المدخلات والمخرجات وشو اللي بدي اعمله. اذا انا باجي بكتب هنا الخطوه الاولى ask user to enter A، تو انتر A، بعدين بحكي لك هنا ريد A، بعدين اسك يوزر كمان مرة تو انتر B، بعدين بحكي لك ريد B، وبعدين باجي بحكي هنا البروسيس. البروسيس اللي هي ايش؟ سم تساوي A زائد B. هيك بصير، وبصير أكتب compute sum by adding 1 and B to the sum. وفي الآخر بحكي لك أنا print sum. فأنا هنا صار عندي الأوتبوت، صار عندي هنا الإنبوت، وصار عندي هنا البروسيس. هذه خطوات إني أجمع رقمين على بعض. طيب هنا إيش بيجي بحكي لي؟ بعض الاوبريشنز الرئيسيه لكتابه اي سودو كود، بحكي لي كومبيوتيشن اوبريشن. الكومبيوتيشن اللي هي ايش؟ زي سم تساوي A زائد B، هذه كومبيوتيشن. او كومبيوت سم باي، ممكن اكتبها زي هيك، كومبيوت سم باي ادينج 1 اند B تو ذا سم، هذه برضه كومبيوتيشن. بحكي لي هنا فاريبل، ايش الفاريبل؟ الفاريبل هي زي A و B،
أنا أي متغير بعرفه عشان أخزن جواه رقم بسميه variable، وراح أحتاج دائما إني أعرف variable. يعني هنا حتى أجمع رقمين A و B، بدي أقرأ من اليوزر مثلا 5 بدي أخزنها في A، بعدها بدي أقرأ من اليوزر 8 بدي أخزنها في B. A و B بنسميهم variable، بيحملوا أرقام أنا بعمل العمليات عليهم. طيب هنا الفاريبل، بعد بحكي لها عن الانبوت اوبريشنز. كمان عندي الانبوت اللي هو زي ايش؟ زي اللي ما حكينا له ask to enter a وريد a وريد b، هذول بنسميهم انبوت اوبريشن. الاوتبوت اوبريشن اللي هي لما حكيت له print sum، هاي بنسميها الاوتبوت اوبريشن. فهذول الاوبريشنز الرئيسيه لكتابه اي الجوريثم. فهنا بيجي بيحكي لي كمان مره، هات حتى اجمع رقمين، هاي الالجوريثم. ask user to enter first integer، read integer and save it as integer 1. خزنته هنا في المتغير، احنا استخدمنا a و b، هنا استخدم integer 1 و integer 2. برضو بحكي له بعدين ask user to enter second integer، read the second integer وخزنه ك integer 2، وهنا add integer 1 and integer 2 and save the result as sum و print sum to the screen. هذه هي 6 خطوات لحل اني اجمع رقمين مع بعض. طبعا هذا لو بدي اجي اكتبها برنامج مثلا بالسي حيطلع زي هيك، بليز انتر ذا فيرست انتجر 5 والثاني انتجر 6، وبالاخر بيجي بحكي لك ريزلت از 11. هذه بعد ما انا انفذها داخل لغه برمجي انا بكون مختارها. فهاي الخطوات بنسميها سيكوينشال، واكتب لي خوارزميه توجد لي مجموع رقمين. هنا بيجي بحكي لي مثال ثاني. Write algorithm to print the area of rectangle. طيب area of rectangle، أنا بعرف إيش rectangle. أول خطوة أنا أول شغلة بدي أعملها إيش هنا؟ بدي أخذ الانبوت، بدي أحدد شو الأوتبوت، وبعدين بدي أعرف لي بروسس. هنا rectangle إيش الانبوت اللي عندي؟ المستطيل. rectangle إيش المدخلات اللي أنا بدي حتى أحسب مساحة مستطيل؟ طول في العرض. طول في العرض. فباجي بحكي عند الانبوت هنا height weight، ايش المخرجات اللي بده اياها؟ بده المساحه الاريا. طيب اللي في النص ايش البروسيس اللي بدي اعملها؟ بدي اضرب الطول في العرض بس. فهاي الانبوت وهاي الاوتبوت، وعرفت شو البروسيس اللي بدي اعمله. اذا هسه باجي بكتب الالجوريثم. عرفت في الانبوت بدي اطلب شغلتين، بدي اطلب هنا اذا ask user to enter height of the rectangle، read the height and save the rectangle height. ممكن يعني خزنته في متغير اسمه rectangle height، بعدين اطلب من اليوزر يدخل ال width و read width and save rectangle as rectangle width، وبعدين ال process اللي هي multiply ال height by width، اضرب لي ال height في ال width وخزن النتائج داخل area، في الاخر اعمل print area. هاي ال output. هنا ال output، هاي الاوتبوت، وهنا الانبوت، هذول كلهم انبوت، وهاي البروسيس. هاي الخطوات الثلاث الرئيسيه لكتابه اي الجوريثم. طيب ناخذ مثال ثاني، مثلا ال مساحه الدائره مثلا السيركل. ايش مساحه الدائره بتحكي لي في الرياضيات؟ باي في ار تربيع. باي في ار تربيع صح؟ الباي انا بعرفها محدده انها 3.14 صح؟ والار تربيع هي اللي بدي اخذها من اليوزر اللي هي الراديوس. طيب اذا انا هنا شو الانبوت اللي عندي؟ راديوس بس. عندي الانبوت الراديوس، شو الاوتبوت اللي هو الاريا؟ لا اللي بدي احسب الاريا. شو البروسيس؟ اني اضرب الباي في الار تربيع. هذه هي البروسيسور في الوسط بالضبط. طيب اذا باجي بكتب الالجوريثم، باجي بحكي اول شغله ask user to enter radius، وهنا بحكي read radius and save it as r. بس بدي اياها r.
الخطوة الثالثة اللي البروسيس كومبيوت أو كالكوليت أريا باي ملتبلاي ار باي الار بضربها في ار باي ار اند باي 3.14. هاي الخطوه الثانيه كومبيوت اريا باي ملتبلاينج ار باي ار اند باي 3.14. واخر شيء بحكي له برنت اريا. طبعا هنا بحكي له and save the result حتى أكمل save as هنا بكمل save as area area بالضبط. وهنا بحكي له print area. فهي أنا هنا دكتور هنا دكتور ليه ما حطينا ask used to enter اللي هو رقم 3.14 ولا عشان إنه لازم يكون متغير يعني مش ثابت؟ لا الباي ثابتة الباي مش اليوزر على خاطره بدخلها بالضبط لأنها كونستانت ثابت. فأنا ما بينفع اليوزر يدخل يعني شو بدخل لي 3.14 لا أنا بدي من اليوزر يدخل لي مساحة ممكن تتغير اللي هي الرياديوس بناء عليها أنا بدي أحسب. لكن 3.14 هي ثابت أنا ممكن أكون معرفها داخل برنامج عندي طالما أنها ثابتة. فأنا هنا عندي صار عندي هاي الانبوت وهاي الاوتبوت وهاي البروسيس. هذه هي خطوات حتى أكتب ألغوريثم سيكوانشل لحل أي مشكلة. جمع رقمين، حساب الدائرة أو مساحة مستطيل، كلها بدي أمشي على نفس الخطوات. Input Process داخلها، بعدين الأوتبوت بأطبعها لليوزر. إحنا هيك بكون كافي لليوم. يعطيكم العافية جميعاً.